قبل 170 سنة في بلاد ما وراء البحار، وتحديدا عام 1851، وش تتوقع البطولة اللي انطلقت من هناك؟ كورة؟ قفز حواجز؟ بيسبول؟ أو حتى الأولمبياد؟ البطولة هي عبارة عن سباق بقوارب وزنها يوصل لـ2 طن، يعني ممكن نقول قريب من حجم سيارة دفع رباعي، وسارية طولها 18 متر. وتخيل أن كل قارب فيه 4 أشخاص فقط، وخلال 170 سنة ما قدر يفوز فيه غير 4 فرق من أصل 6. متحمس تعرف أكثر؟ لا تفوت السباق في جدة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.